يعقوب تعال لهون ولاك، تعال لهون، تعال تعال، دير بالك تتحرك من هون، مفهوم؟ اوعى رح نطلع من الباب الوراني. معلم بيكونوا مطوقيننا. يلا ما عنا غير هالحل، امشوا امشوا يلا. تخبى بالزاوية. ايه الكر، هدول رايحين لعندك، انتبه منيح. تمام انا جاهز معالي. امان تمام، هون المكان فاضي. معلم نحن محاصرين، خلينا نستسلم. لا تخرفوا لك، بموت وما بسلم حالي. الو تولاي اسمعيني، اوعك تجي لهون. وقعنا بكمين، راحت البضاعة وراحوا الرجال ونحن محاصرين، سمعتي؟ ديري بالك تجي. طيفون طيفون انت منيح؟ يلا سيبو يلا، اوعك تجي لهون تولاي. معلم معلم اجوا. يعقوب دير بالك تتحرك من هون. ها موتوا. لا انا اسف تولاي، ما كان بدي يصير هيك. طيفون طيفون، شو عم بيصير عندك؟ طيفون طيفون، بترجاك جاوبني طيفون، احكي شي طيفون. لا تموت بترجاك، حياتي اوعك تتركني هلا بترجاك. عدم المؤاخذة بس صديقك هلا مضطر كتير انه يتركك. ولك انتو شو عملتوا لك؟ صار اللي لازم يصير. يا واطي يا حقير، يا واطي يا حقير، اسمعني ولك، هلا ولا بعدين رح الاقيك، رح تدفعوا ثمن اللي عملتوه. الله يلعنكم كلكم، الله يلعنكم. قليلين الشرف اللي مثلك ما بيقدروا يحاسبوا حدا، نحن اللي رح نحاسبكم. تمام يا شباب، المخزن نظيف وصادرنا المخدرات، هلأ لو استسلموا كان أحسن، بس مو طالع شي بالإيد. دخلته بالوقت المناسب، يعطيك ألف عافية أخ صالح، من هلأ ورايح نحن منهتم بالباقي. الله يقويك أخ حسن. صحيح هذا قبل ما يموت كان عم يحكي مع مرة على التليفون. اسمها تولاي، هي بتكون مرة مجنونة وتافة، ويلي مات حبيبة كان يفضل أنه نمسكها معه. أخي إن شاء الله عنا قريب رح توقع بين إيدينا، أنت ما تاكلهم. وينه يعقوب؟ مو هون، مو مبين بكل المكان، يعقوب هرب. مو مشكلة، رح نلاقيه بالحارة، هالرعبة اللي أكلها بتكفي اليوم. نحن خلصنا شغل هون، يلا يا شباب خلونا نمشي. يلا الله يعطيكم العافية شباب. تسلم تسلم أخي صالح، نحن بلا ما نروح على الفرع هلأ، معليش؟ بصير معليش أخي، نحن لازم نروح نلاقي يعقوب. ماشي يلا كارلوس. ما
ما رح أترك لكم هالشغلة مرة هيك. أنتوا أخذتوا مني كل شي عندي ورح تدفعوا ثمن هذا الشي. امشي. أنين الغزال العاشق ليس من القلب. الحب هو كل شيء، الحب هو الحياة. العاشق المجنون يمشي بطريق ليلى، والعاشق من الحب مشرد. تفضل يا اختي. يسلموا ايديك. الحمد لله على السلامة يا شباب. لساتك مصرة على القرار؟ العملية كانت ناجحة اليوم، يعطيك العافية. اللي بيربح بالعملية بيخسر. ما في هيك مثل أبداً. معلش، هالشي أنا اخترعته، شو فيها يعني؟ بترجعك لا تبلش هلأ. أنا ما عم بعمل شي غلط، بس أنت اللي ما عم تعرفي شو عم تعملي. عاكف، نحن مالنا نهاية. إيه منيح لك، خلينا نكون مع بعض إلى ما لا نهاية. ما كنت عارفانة إنك رومانسي لهالدرجة. إذا في سلاح بإيدينا فهون في قلب دائماً عم ينبض بالحب، وبكل نبضة عم يقول بحبك إليف. إليف بالنسبة إلي في الله، وبعدين أنتي. مستحيل أتراجع عن قراري. لا تتعب حالك على الفاضي. أي الله، هربي هربي وكوني جبانة ولا تطلعي لورا. يا ريت لو فيني يكون جبان مثلك وأهرب. شو يعني هالحكي يا عاكف؟ شو يعني؟ أنا رح أقلك. ضليت أيام طويلة وأنا عم بتعذب وقت انأسرت، تعذبت عذاب ما حدا داقه. بس أنا قاومت، وأكيد بتعرفي ليش قاومت. عاكف ما عاد بدي أسمع شي. بدك تسمعي. أنا ما متت مشانك أنتي. تحديت الموت لأني بعرف إنه رح نلتقى. وإلا الموت كان هو أمنيتي الوحيدة يا إليف. أنا كرمالك تحديت كل شيء وواجهت المستحيل. أما أنت من أول مشكلة حملتي حالك وهربتي. صدقني أنا عم أعمل هالشي مشان ترتاح. من لما عرفتني ما شفت غير المصايب مني. ليش الحب شو غير اللي قلتيه يا إليف؟ مصيبة؟ نحن من زمان تعودنا نعيش حياتنا بالمصايب. حابب تقول شي كلمة؟ ايه. شو هي؟ ارجعي وخليكي معي.
أنا كتير آسفة. تأكدي إنك رح تندمي ورح ترجعي، بس يمكن أنا ما أكون هون، مو بيدي. لهيك سامحيني. يا رب كف البلاء، كف بلاء الحب والحبيب، وكمان لا تخلي بلاء الحب يحكمنا مرة تانية. أهلا وسهلا كمال. أختي كتير تضايقت على الخبر. المعلم طيفوخ. مو أنت اللي جبتهم لهدول الاثنين؟ أختي والله ما كنت بعرف، ما بعرفهم. أعطونا مراجع موثوقة، فكرناهم مناح. لك طلعوا مكافحة مخدرات كمال؟ هدول أخذوا مني طيفون. وهلأ قلي لشو؟ شو لازم أخذ منك؟ أخذ ولادك ولا روحك؟ جاوبني. أخ أخ أختي بترجاكي سامحيني هالمرة، تركيلي ولادي وعيلتي، بوعدك أني رح صلح غلطتي وجهز اللي بدك يا. ولكيف بدي أوثق فيك مرة تانية أنا؟ لك قلي كيف؟ أختي أعطيني بس فرصة، بوعدك أني صلح كل شي، وعد. هيك لكان وعد مو؟ والله وعد أختي. وإذا ما وفيت فيه؟ ساعات أخدي روحي، شو ما بدك خدي مني. خليني بالأول أخذ روحك، لأني ما بحب استنى لشوف الحظ. يلا خدوه زتوا لهالحيوان. بدي تجيبوا لي كل شي عن اللي بالمهام الخاصة واحد واحد، حتى قياس تيابن. عم تفهموا علي؟ مفهوم هالحكي؟ عم شو بده؟ يلا عم شو لكان، ليش واقفين هون؟ روحوا دوروا عليهم ولا تجوا قبل ما تلاقوهم. استنى ولا تضايق لي حالك كتير. تعتذر منك وبتقول انها ندماني وبترجعوا بتتصالحوا. حليتوا كذا مشكلة من قبل، معقول توقفوا على هالمشكلة؟ والله ما بعرف سيدي، ما بعرف. تسمحوا لي اقعد؟ طبعا تفضلي. تفضلي. عيبوا له، شو هالبشر هدول يا؟ خير شو في حربي؟ شو عم بيصير؟ اسمع لي هالخبر أخي، واحد سافل بده يصير مدير دار الأيتام، وهذا الزلمة كان يعذب الأولاد. أعطيني هالجريدة خليني شوف. هاتا 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 هات لشوف. ليك هالحكي، أنا رح أمسكه وبدي أشنقه بساحة التقسيم لهالواطي، ورح خليه عبرة لكل الناس. يعني كلام مثل هاد مو حلو يطلع منك يا عاكف. أنا بعرف شو عمول فايزة خانم، لا تاكليها منتي، لأنه أنا تربيت وكبرت بدار الأيتام، والله وحده بيعرف قديش تعذبت. إيه ممكن،
يكون هذا المدير عاش حياة صعبة. وإذا عاش هيك بيضرب الأولاد يعني؟ ولك هدول أيتام ومساكين؟ هدول أيتام أمانة حط رب العالمين عند المجتمع. خلاص خلاص لا تتخانقوا هلأ. معلم الشخص اللي كان مسؤول عنا كان وسخ مثل هاد، بس شو عملنا؟ قدرنا نكشفه قدام كل الناس. وانت شو عرفك انه واحد وسخ؟ من الشيء اللي عشته، وكمان بالدليل والإثباتات. وقت انحصروا بالزاوية صاروا يفتروا علي أنا، هيك قدروا ينفذوا. بس بعدين كلهم أخذوا جزاؤهم، الحمد لله يا رب. فايزة، أنت منيحة؟ إيه طبعاً، ليش حتى ما أكون منيحة؟ ما بعرف، بس كل جسمك عم يرجف. القساوة شغلة أنا ماني متعودة عليها كتير، لا تواخذوني. هالبنت هي ما بينحكى معها، ما بتترك حدا قاعد مع التاني مبسوط. الله يلعنه، كيف عم يحكي؟ لك شو هاد؟ قال بده يشنقب ساحة التقسيم. فايزة، انت منيحة؟ جاوبيني منيحة؟ مو منيحة، تركني لحالي شوي. هيك رح تشلقي الكل، انتبهي لحالك. لك شو ما سمعت شو عم يقول؟ قال الكل أخذ جزاته، كان عم يحكي وهو عم يتطلع بعيوننا. لك اهدي شوي فايزة، رح يكشفونا. ما جبت أدويتي، سيتهم بالبيت. فايزة، اهدي شوي، اهدي. هذا الزلمة هو اللي قتل أبي وأبوك، لا تنسى هالشي يا إلتا. لا تخافي ما نسيت شي، بس إذا بدك تتصرفي هيك رح ينتزع كل شي عملناه. لازم تنسكي حالك وبعدين تعالي لعندي عالبيت، نحكي بالبيت. عدم المؤاخذة، يمكن تصرفت بخشونة. آسف زعلتك بدون قصدي. ولا يهمك، مو مشكلة. يعني فكري زعلتي بس بدون قصدي. ما زعلت، لا تشغل بالك. وإذا بتسمحوا لي أنا بدي أمشي. طبعاً، إذن ما في مشكلة بيناتنا. الحقيقة ما عم بفهم شو اللي خلاها تعصب كل هالقد مني. لا تحط ببالك، هيك عقل النسوان، كل واحدة عقلها شكل، لا تشغل بالك. السلام عليكم. أهلا وسهلا. أهلا فيكي. أهلين بس فيكي. يعقوب بالبيت شي؟ ايه طبعا بالبيت، طوال اليوم قاعد عم يدرس بغرفته. يعني ما طلع ابدا من غرفته؟ بنو ايه مو مشكلة. طيب اذا بتسمحي لي في مجال نحكي معه دقيقتين؟ ايه طبعا، تفضلوا تفضلوا. تفضل اخي، تفضل. اهلا وسهلا. شكرا. وجيم كمان راح، شو بعمل هلا؟ نحنا كنا ناقصين. السلام عليكم يعقوب. السلام عليكم، شو عم تعمل يعقوب؟ هلا انتو جايين تاخدوني؟ يعقوب اذا بتضلك هيك نحن وقتها عن جد مضطرين ناخدك. تعال عود، بدنا نحكي معك. اخي انا ندمان، يا ريتني رديت عليك، لك يا ريتني ما رحت. يعقوب الرجال باول درس حمل سلاح وحطه براسك، بتتذكر ما هيك؟ اسمع، الدب ما بيصير رفيق الانسان، عم تفهمني؟ ما؟ اسمعني يعقوب، أكبر مشكلة بالحياة هي العين اللي ما بتشوف الصح. أنت اليوم شفت بعينك تجار السم كيف كانوا عم يأكلوا بعضهم، حمد ربك إنك نفدت من الناس، دير بالك على حالك، ماشي أخي؟ أخي افتح عيونك وشوف شو عم بيصير حواليك. يلي صار معك اليوم هي رحمة من ربك، إجت لعندك أنت، لازم تشكر ربك. وهو رح يقدر قيمتها. يعقوب ليك أخي هذا الموضوع رح يتسكر هلأ ماشي؟
رح يتسكر هلا، لا تاكلها، خلص التوبه. منيح، رح منشوف. وهي الحلقة ارميها، دير بالك على دراستك، وإذا صار معك شي تعال عنا، اتفقنا أخي؟ ماشي يا أخي، خلص. الله يحميك يا عقوب، إيه؟ لا صح، بدي أسألك، هذا طيفون عنده رفيقة اسمها تولاي، أنت بتعرفها شي؟ لا والله، هاي أول مرة بسمع فيها. إيه؟ يلا عن إذنك. شو هالحظ هاد؟ هدول من وين طلعوا لي؟ كل شوي بينطوا بخلقتي. خير ابني لوين رايح؟ بعدي من وشي. اي انت يلي خليتي هدول الكلاب يجوا لعندي. ابني صدقني هدول الناس مناح، سمع كلامهم وما رح تلاقيهم. ليش لحتى رد عليهم؟ كلهم كم واحد اجدب. ابني يعقوب، ابني بترجاك اسمع كلامي مرة واحدة، لا تطلع من هون، بس اليوم خليك بالبيت. لك اتركيني بقى، بعدي من خلقتي. لا تخليني جن. لك بعدي من قدامي، خلص انا ماني صغير. يا ربي. تفضلي ستي. صار لك زمان ما اجيتي لعندي. بهالفترة مضغوطين شوي، أنا آسفة حبيبتي، بتعرفي هموم الدنيا. يا بنتي اللي بيرد على هموم الدنيا بيتعب كتير، هالدنيا ما بترحم حدا. معك حق يا ستي. وينو هاد الشاب المجنون؟ ليش ما أجا معك؟ عنده شغل، ما قدر يجي. باين على صوتك تعبانة، بس ما يكون صاير شي. لا عادي، نحن مناح. لك بنتي أنا صحي ما بشوف بس بحس. حكي لي لك أمي شو صاير، متزعلين شي؟ بدي أسألك سؤال واحد ستي. قولي بنتي. إذا عم سبب تعب للي بحبه شو لازم أعمل؟ أساساً الحب ما بيجيب غير التعب يا أمي، من جهة بيحب الهم بيوقع صاحبه بالهم. طيب شو الدواء لهالهموم؟ اسمعيني يا بنتي، الدواء اللي عم تحكي عنه هو الهم بحد ذاته. ألو؟ طيب أنا جاي بعد ساعة. ماشي. طيب ستي، صار عندي شغل لازم أمشي. رجعي زوريني، بس مرت الجاية لا تجي لحالك، جيبي معك هداك المجنون. ما بقدر أوعدك إنه رح يجي، بس أكيد أنا رح أجي، وعد. بيجي بيجي، هو كمان بيجي. هذا الملف اللي طلبتي. انتحار أبوها أثر عليها كتير، ما قدرت تتجاوز الصدمة، بعتوها لبرات البلد، تعالجت لفترة بمصح بسويسرا، كانت مصابة ببيبولار. ببيبولار؟ الخلل العاطفي؟ صح، نوبات عاطفية شديدة من دقيقة لدقيقة بتتغير وبيصير عندها ردود فعل. لو كنت أنا ما بتعامل مع هالبنت. خلص أنا بعرف شغلي. هذا الشيء الوحيد اللي قدرت تعرفه عن أبوه؟ بصراحة ما في عنه معلومات مهمة كتير، زلمة محبوب ومعروف، باين كان منيح، حتى بالفترة الأخيرة اللي انتحر فيها كان يشتغل متطوع بدار أيتام. دار أيتام؟ أنو دار أيتام؟ مكتوب بالملف. دار أيتام؟ لازم أعرف القصة وشو صار بهذاك المكان. تمام، رح حاول أعرف كل شيء. بالمناسبة حكيت مع المدير، قال لي أليف بتقدر ترجع إذا بتحب، إذا انتهى شغلها بالفريق الخاص. لهلأ ما بعرف، رح نستنى شوي. ماشي. طيب أنا اسمحي لي، عن إذنك. في شي غلط بهالقصة، بس إلا ما يبين. هيك ما رح يمشي الحال إلكر. شو معناته هالحكي؟
يعني شو نعمل؟ أنا ما عاد أقدر أتحمل عاكف، ما عم أقدر أتحمل كون معه بمكان واحد، ما بدي أتنفس نفس الهواء. فايزة، وأنا كمان عندي حدود للصبر، بس هيك ما رح نتفق أنت وأنا. أنت ما عم تفهم، عم نضيع وقت على الفاضي. خلاص أنا ما عاد بدي مثل دور المجنونة. شو نعمل؟ نسحب سلاحه ونحطه براسه؟ طبعاً. ليش ما نعملها؟ لا أنت جنيتي، صاير عم تخبصي. ليش؟ أنت ما بدك يا يموت؟ أنا مالي قاتل. ولا أنا، بس بصير. الموضوع مو بهالبساطة، الموت رح يكون سهل عليه. أنا ما بدي شوفه ميت، بدي شوفه عم يتعذب. بس أنا ما عاد قدراني أتحمل. شو ما يصير يصير، خليه يموت ونخلص بقى. فايزة، أنت عم تخوفيني. أصلاً أنت يلي عم تخوفني، لأنك طلعت واحد جبان. طلعي فيني، أعرفي حالك شو عم تحكي. يا أما هلأ بتهدي، يا أما هلأ بنهي كل شيء، وكل واحد فينا بطريق. عم تفهمي؟ طيب، أنت معك حق، لا تواخذني. بعد يلي صار اليوم فقدت أعصابي. لازم تعرفي إني بكرهه أكثر منك. أنا لازم أمشي، وإنتي اسمعي الكلمة، عادي وتفرجي على شي برنامج طبخ. ماشي؟ ماشي ماشي، لا تقلق، خلص أنا رقت. أنا آسفة إلكر، بس الوعد يلي وعدتك يا هلأ ما رح أقدر نفسه. أنا شفته، ما عم أتذكر وين. يا الله وين ضاع؟ طلعت هون. هلأ خلصت اللعبة. أخذ الطابة، عطوا الطابة لرونالدو. يلا تسلل يا معلم. ألو رونالدو، وهلا التو عم بيواجه الحارس رونالدو. يلا شوط وجول. جول. حكم الزاوية رافع الراية تسلل. شو مو شايف كارلوس؟ شو عم تقول؟ لك كيف هيك يا أخي؟ والله حرام يعتبره تسلل ويلغي هذا الجول. شو هالعيون اللي عندك؟ بس الحق مو عليك، الحق على اللي عملك الهداف. يلعن اختها الحظ. طب عيده من الأول. عاكيف كرمال الله، تعا شوف هالشوفة وشوف هاي الحركة، هاي تسلل شي؟ مشان الله تعا شوفها، بزمتك شوف شوف. معلش يا شباب، أنا اليوم مزاجي سيء. سيبو، كأنه اندمجنا باللعبة. يلا خلينا نروح. خلينا نروح. ايه عاكيف، تعا معنا عالشعبة. مو خارج، بصراحة حابب ارتاح شوي، وإذا الله بيحبني بيخليني نام وما في. لك أخي شو هالحكي هذا؟ لك يا زلمة شو سألك؟ ليش عم تحكي هيك؟ طيب لا تجي كارلوس. يلا طيب، دير بالك على حالك. الله معكم.
بحياتي ما شفت عاكف بهالحالة. الحب بيعمل أكثر من هيك يا سيبو. لا لك أنت من أمتى بتفهم بقصص الحب ولا؟ سنين عم استنى هاللحظة. الضيعة ما بتتحمل مختارين. إذا قالت الإيد ضروب القلب ما بده يضرب. بيكون الأمر شيء والتنفيذ شيء تاني. اثنيناتهم بيكونوا ضد بعضهم. إذا الرب ما كتب ما حدا بيقدر يموته. إذا ما كتب الرصاص بتفقد قيمتها. إليف منين طلعت هي هلا؟ إليف إن شاء الله ما أكون زعجتك. شو هالحكي؟ فوتي. في حكي لازم قلك يا خير. البنت يلي اسمها فايزة. طيب فوتي. لا ما في داعي اسمعني. يا الله شو جاية بدها تحكي عني؟ يلا عم بسمعك. غريبة. شو القصة؟ عاكف اجيت لأحكي لك وحذرك من فايزة. شو اللي صاير؟ هلا يمكن تفكر اني غيرانة او متضايقة بس هاي البنت وضعها مو تمام. انا حبيت خبرك. ما عم تبالغي شوي؟ ماشي انا كمان ما عجبتني بس يعني مو هيك القصة. ممكن هذا الشيء يبين لك اني غيرانة بس لا مو هيك. لكن شو؟ انسى يمكن ما كان لازم خلص. اشي خلص. طيب طيب احكي لي شو القصة. هالبنت مريضة وضعها النفسي مو تمام. لو في هيك شيء ما كانت قدرت تشتغل بالمهام الخاصة. على أساس يلي بيشتغلوا معنا ناس طبيعيين. ماشي ماشي شبه فايزة. احكي لشوف. وحدة مريضة ممكن تكون حاطتك براسة. ليش أنا شو عامل لبا؟ ما بعرف. شو كان اسم دار الأيتام تبعك؟ دار الدراويش للأيتام. كيف يعني؟ شو كانوا عم يربوا دراويش؟ هيك نيتهم بس أغلبهم صاروا زعران مثل حكايتي.
خود شوف هاد، بركي في شيء له علاقة معك. وعم دور بأسماء يلي كانوا موظفين بالميتم. لك العمى بقلبها، دحشت حالها بهالموضوع، تركت شغلة وتفضت لتحطني براسها. لازم خبر إلكر بهالشي. أنت بتخطط لمسرحيتك، والملك عنده مسرحية، مسرحية بقلب مسرحية، والحكمة ضمن هالأحداث. معلمتي، في شاب صغير طالب يشوفك. مين هو؟ شاب صغير اسمه يعقوب، اليوم كان موجود بمكان العملية. فوتوه بسرعة. احكي لشوف، شو بدك؟ أنا اليوم كنت بالمكان اللي مات فيه طيفون بيك. منعرف، هات غيره. عناصر المهام الخاصة يلي عملوا الكمين في اثنين منهم ساكنين عنا بنفس الحارة. واحد سألني عنك، قلت له ما بعرفها. تعال معي لشوف، تعال. هالاثنين موجودين هون؟ هدول الثلاثة هنن. أنا كمان عملوا لي مشاكل. لا تقلق، عن قريب رح نخلص منهم كلهم. يسلموا إيديك، بتشكرك كتير. بتضل مسكر تمك. ماشي، أنا بتصل فيكن ياسمين، هلا في عندي شغل ضروري. خير يا صالح، شو صاير؟ بنتي نازلي مرتفع حرارتها سيدي. عليها العافية. خلص روح أنت، لا تترك بنتك لحالة. لا سيدي، ما بصير هالشي، الواجب أهم. لا خلص روح وعمل مثل ما عم قلك، أنا رح مشي العملية. بنتك هلا محتاجت لك أكتر من أي وقت تاني. ما على البشر. عفاية أخي. الله معك، المدير معه حق، لا تتركها لحالة، نحن رح نتصرف. إذا هيك ماشي، هالمرة رح تطلعوا على المهمة من دوني. لا تاكل هم معلم. من بعد إذنك سيدي. الفرقة الأولى امبارح نجحتوا بعملياتكم، واليوم أكيد رح تنجحوا بعملية أكبر إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. بالمداهمة اللي عملتوها قدرنا نصادر فيها 20 كيلو كوكايين، أنقذتوا مئات الشباب. أنا حابب بارك لكم كلكم من كل أسلحة. الله يسلمك. بس عديمين الشرف يلي عم يسمموا شبابنا ومستقبلنا عم يوقفوا عنا شيء؟ لا، إذا هنن ما وقفوا نحن كمان عم نوقف. ما رح نقدر نوقف. ليش؟ لأنه أمن هذا البلد وأمانه هو أمانة برقبتنا. يا شباب، الأمانة ما بتنعطى غير للشخص الأمين، ما هيك؟ صحيح، معك حق سيدي. طبعاً فرق مكافحة المخدرات والمخابرات قاموا بعمل مشترك. هي المرأة هي حبيبة طيفون يلي انقتل مبارح بالاشتباكات، فهمت إنه طريقة وصل لنهايته، عم تعمل ضربة كبيرة وتهرب برات البلد. طيب بدي أسأل، هي رح تنجح؟ ما رح تنجح. ما رح تنجح. ليش؟ لأنه الفريق أول أفركوه من مكان. يلا يا شباب، الواجب عم يستنانا. وقفوا! الاستسلام ممنوع، لا تنسوا. دائما شجرة التين ما بتعيش بالمناطق السهلية. طبعا هي الشجرة بتنبت بالصخر، بتنبت من الأرض، براعمها الناعمة وأغصانها الرفيعة بتقول هي مهمتي، بتحرك مثل ما بده رئيسي، ما بزعل من قساوته ومن خشونته. انتو اكبر من كل المخاطر. حربي وينه؟ انا ما عم اقدر استوعب هذا الحكي. اخي
أخي إذا أنت بدك تشتغل فمزبوط ما لازم تتشام، يعني ممنوع الاستسلام أخي. استسلام شو؟ الفريق الأول ما بيستسلم. ما بصير تسأل. اسكت لا تتكبر، قول إن شاء الله إن شاء الله. لا تحملني الذنب. إن شاء الله. يلا يلا هلأ روحوا، الواجب ما بيستنى. بس لا تنسوا شجرة التين، مو بالمناطق المستوية، بالجبل بالجرف على راس الصخر. يلا يا شباب يلا يلا يلا. أهلا وسهلا سيدي. الكل بهذا المعمل اللي هون، هالمرة ما في بيع ولا شراء. يعني رح نجيهم فجأة؟ حلو. سميها مثل ما بدك ما بتفرق، تولاي كمان موجودة، بس هي بدنا إياها عايشة. ما فينا نوعدك بهالشي. ماشي أخ حسن، نحن إن شاء الله رح نجيبها عايشة. سيدي، الذخيرة اللي معنا قليلة. ماشي رح أطلب مؤازرة. حسن، خلصت كل الزخيرة، وضعنا صعب، بدنا نجيب لنا زخيرة وبأقصى سرعة. احكي مين حسن؟ احكي مين منكم حسن؟ تركيه، أنا حسن، حلي مشكلتك معي. معناها أنت اللي وقعت حبيبي طيفون وخليته ينقتل. بطلك واحد واطي جبان يلي بينقال عليه بطل، بيعيش كريم وبيموت رجال، وما بيبيع للشباب والناس السم الهاري. بعرف كلكم متشوقين لتعرفوني، بس يمكن أكفي خبركم مين أنا. اسمعيني منيح يا مرأة،